اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده احنا متفقين ان هي لازم شرط اساسي تناسب كل افراد الاسره، الصغير نرضيه قبل الكبير والكبير على راسنا من فوق. هتعمل لنا النهارده يا شيف؟ النهارده فكرت ان انا اعمل حاجه جديده، والتفكير في المنيو بيرهقني اكتر من المشتريات. المشتريات كل حاجه موجوده، روح على السوبر ماركت بتاع الخضار بتاع الفراخ بتاع اللحمه، الحمد لله كل حاجه موجوده باسعار متفاوته. ولكن لما اعمل حاجه جديده، دبابيس الفراخ دايما احنا محددين اقامتها في ان هي تتعمل فرايد تشيكن او تتعمل كريسبي او مقليه مشويه، ان انا اعملها بدبس الرمان وبطريقه جديده، ده اللي ما شفناهوش قبل كده. شوف نعملها مع بعض ازاي على طريقه المغازي، هتعجبكم بالتاكيد. معانا كمان لحمه مفرومه ومشروم. النهارده هنعمل طاجن لسان العصفور باللحمه والمشروم، يعني مشترك اتنين بروتين حيواني ونباتي، والاتنين احسن من بعض، بس بروتين المشروم امن شويه. اما عصير الرشاقه والاناقه وكمان عصير يساعد على التفكير، عصير السموز جرين، كل حاجه تتحط في الخلاط بتاعك هي خضره، وربنا يخضر ايامنا ان شاء الله، اذا كان التفاح الاخضر ولا النعناع ولا الكرفس ولا الكيوي مع تلج وعسل، بالتاكيد العصير ده هيكون له مذاق خاص جدا. والصوره الحلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها. مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بالتاكيد في افكار بسيطه وسهله، ومطبخك هو مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نستعرض مع بعض اكله هنعملها بطريقه جديده النهارده، دبابيس الفراخ المشويه بدبس الرمان. طريقه التقديم والتنفيذ مختلفه. معانا دبابيس الفراخ، ودي حسب حجم الفرخه، ممكن ال10 حبات 10 دبابيس يعني يعملوا كيلو، ال12 يعملوا كيلو، ال15 يعملوا كيلو حسب الوزن. ومعانا طبعا دبس الرمان وبصل وتوم وملح وفلفل وشوية زعتر حلوين كده زي الفل، ودبابيس الفراخ متنظفة وجاهزة ومتشالة الجلدة بتاعتها. ده اختصارا للوقت عشان نكسب وقت الحلقة بتاعتها. تعالوا نتبلها مع بعض الأول، وإيه التركية بتاعت المغازي اللي تخلي دبابيس الفراخ تعمليها بدبس الرمان، تعمليها مع الباربيكيو صوص، لازم تكون مقرمشة. حلو الكلام؟ آدي المقادير. معانا من الدقيق معلقة صغيرة كده، ونحط على الدقيق ده يا عم الشيف معلقة توم محترمة، شوية زعتر حلوين، حلو قوي، شوية خضرة إذا كان بقدونس ولا شبت في التتبيلة كده، أنا بحب الجو ده، شوية الملح الحلوين ده في قلب البولة الإزاز اللي احنا هنتبل فيها الدبابيس بتاعتنا، معلقة هريسة حمراء أو معجون طماطم تدي لون برونزي حلو كده، حلو قوي، عصرة ليمون عشان أي زفارة في الدبابيس ما نلاقيهاش، الجو ده حلو. اوعي تحط زيت، لأن احنا هنحمر دي دلوقتي في قلب الزيت. البهارات بتاعتنا شوية ملح وشوية فلفل، حلو قوي، حطينا الملح، أدي الفلفل بس خلاص، لأن أنا عايز أسيب مساحة واسيب فرصه للطعم بتاع الدبس الرمان، فمش عايز اكتر بهارات هنا. خلي بالك تستخدمي دبس الرمان في اي تتبيله فراخ او لحمه، سيبي له مساحه يبين الطعم بتاعه، مش عايز الزحمه، ما بحبش الزحمه، والدنيا اللي بتبقى زحمه شخصيه الحاجه مش بتبان. حلو الكلام؟ لذلك الواحد لما بيقف في مكان فاضي كده يعني ويتكلم بتلاقي صوته واضح، في صدى صوت، ليه؟ المكان فاضي. نفس القصة، عم دبس الرمان ده عايزة تستطعميه وزي الفل، مش عايز زحمة، دي له مساحة. أنا حطيت ملح وفلفل وشوية زعتر حلوين مع بقدونس الخضرة، سنة شبت صغيرة، معلقة هريسة أو معلقة معجون طماطم وزي الفل، ومعلقة الدقيق المحترمة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نخلي دي على جنب تركاية كده، وناخد الدبوس المحترم ده كده واحد أهوت، إحنا ما اشتغلناهوش لسه. ومعانا التوزبيكس الخشب اللي هو بتاع الشيش طاووق او الشيش كباب، بناخد اتنين منه، يعني بنقطع الواحد نصين
وبعد ما نشيل الجلده بندخل كده دي كده هنا كاننا بنسيخ ايه شيش كباب او شيش طاووق. اه ودي بديله للقرقوشه بتاعه الدبوس مش عايزها. وامسك الصدر ده الورك ده كده والدبوس ده كده واعمل فتحات فيه كده صغيره واحطه في الخلطه دي كده. اه تاني حاجه جديده. اه الدبابيس دي عندنا في الثلاجه اشتريناها تفتيحه صغيره كده بالسكينه اهو مكان ما بفتح بالسكينه مكان ما التتبيله هتخش بس هشتغل فيها مره واحده اهو. احطها هنا كده نفس القصه يا عم الشيف. انا عايزك كنت في المطبخ تخلي يعني دخلت المطبخ احصري تفكيرك شويه في انك تعملي حاجه جديده مش القصه في انك انت مثلا اه دخلت المطبخ شفت الشيف المغازي بيعمل اعملها زي لا ما بقولكيش قلديني بالظبط. خليكي دايما انت مختلفه. ضيفي فكرك ضيفي رؤيتك وابداعك لمطبخك لان دايما انا اقول المطبخ هو مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه يعني منه بيحلى الكلام منه بتحلى الطلبات. رسمه على ثلاجه حلوه رسمه على نجفه رسمه على تكييف رسمه على حاجه حلوه تغيير الستاير ايا كان يعني كلنا بنبقى لنا عندنا في البيوت حاجات وروايات. اعملي اكله حلوه كده وسفره حلوه والكلام حلو وتجيبي بقى الموضوع فين في المناسبه وهكذا. خليكي ناصحه. حلو الكلام؟ اه تضحكي انا عارف. ادي صدور الدبابيس اهيت مع بعضيها زي الفل. ناخد دبوس دبوس كده شفت الجو ده كده اه. لازم تدخل جراحي بالايد علشان التتبيله تخش جوه فتحه السكينه. يعني ما تكتفيش في انك تحط لا لازم الحركه دي كده علشان في خطوه تانية مهمه. وانا شغال كده باخد من الخلطه دي كده بيقولوا لي في الكنترول ليه حطيت معلقه دقيق؟ حلو قوي السؤال ده على فكره. طب انا مش هسال السؤال ده غير لما يجي لي تليفون على الهواء دلوقتي ويقول لي ليه حطيت معلقه دقيق في التتبيله؟ حلو الكلام؟ الكنترول متابع معايا واضح ان هو عايز ينافسني. فانتوا تعالوا اسالوني قولي لي ليه حطيت معلقه دي انا مش هجاوب غير لما يجي لي تليفون دلوقتي خارجي على الشاشه استاذ رحاب. مش هحط مش هجاوب غير لما اسمع دلوقتي السؤال على الهواء. ليه حطيت معلقه دي جوه التتبيله؟ دايما بنحط بصله بنحط عصير لا 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 التتبيله هنا مختلفه. ليه حطيتها؟ انا مش هجاوب غير لما اسمع دلوقتي سؤال على الشاشه. مش بقول لحضراتكم يعني عايزينكم يعني عايزين نسمع صوتكم طبعا بس انا بحب اهزر كده واخلق جو في الموضوع علشان ما نحسش بالملل. احنا بنشوف الشيف المغذي كل يوم فانا طبعا دوري ان انا ما اخليكيش تحس بالملل ده الطبيعي يعني وده مطلوب منك برضو في البيت. ما تخليش جوزك يحس بالملل جددي له كل يوم اعملي له حاجه حلوه كل يوم. ده بمثل الفراخ هيت اعتقد عملتها كذا مره بالصينيه بالبطاطس كذا مره عملتها مقليه كذا مره عملتها كريسبي. النهارده التغيير تعالوا مع بعض بعد خطوة التتبيلة هتعمل ايه يا مغازي؟ انا معاكم واحدة واحدة اهو. عندنا كسرولة لازم تكون بشكل مستطيل. هنرسم هنا اه. لازم تكون الكسرولة دي بشكل مستطيل. هنحط فيها يا عم الشيف خلطة كده لطيفة. حلو الكلام؟ ايه الخلطة دي يا عم الشيف؟ عبارة عن دي اللهم صل على النبي وعليهم شوية نشا. لأن أنا شلت الجلدة. ولما نشيل الجلدة من على صدر الفرخة أو على الدبوس أو على ورك أصبح هنا الجلدة هي اللي بتلعب دور مهم جدا في إن هي تشيل التتبيلة. فأنا عايز أعمل شكل أو كفر خارجي، معلقة الدقيق هي وسيط ما بين الكفر والخلطة والتتبيلة تخش جوه ما تطلعش في قلب الزيت. شكرا يا غالي. الله عليك، شفتوا إزاي خليكم تجاوبوا أنتوا؟ ولما تسمعوا الإجابة منكم وإليكم الموضوع بيختلف. حطيت إيه يا شيف هنا؟ حطيت معلقتين دقيق مع معلقتين نشا بالتساوي. عليهم شوية بهارات من البابريكا، شوية كركم، شوية كمون، شوية فلفل، شوية ملح وهكذا، وشوية زعتر. حلو الكلام؟ وأقلبهم. آه. وعدي الزيت شديد الحرارة. زيت يا مغازي شديد الحرارة. آخد التتبيلة دي كده زي ما هي. عشان كده قلت شكل مستطيل. آه. آه. وأقلبهم كويس. حاجة جديدة بقى. وآخد الدبوس المحترم ده كده. واخليه على جنب. اخد الدبوس المحترم ده كده واخليه على جنب. الدبوس المحترم ده كده واخليه على جنب.
عندي الزيت هنا سخن. فين بقى دبس الرمان؟ اصبر على رزقك. هناخد دبابيس الفراخ عينيا. دبابيس الفراخ انا عايز بس هنا عند الزيت، دي المرحله اللي هي قبل الاخيره، في خطوه ثانيه. الخطوه الاولى غسلنا الفراخ كويس، شلنا الجلده، قطعنا العظمه اللي هي القرقوشه، عملناها تسييخ بالخشب عشان بس نبقى الخطوات، فتحنا فتحات صغيره بسكينه صغيره، وبعدين تبلناها بالخلطه المغذيه اللي هي معلقه دقيق بالتوابل بتاعتك، وما تكتريش توابل كتير عشان شخصيه دبس الرمان تبان. وبعد كده حطيناها في التوبنج بتاعنا اللي هو الدقيق، وانا خدتها من الدقيق على طول مباشره كده تنزل في قلب الزيت زي ما انا شغال كده. موضوع لطيف واحلى من كده ما فيش. خلوها تتحمر في قلب الزيت، مش هنزل تاني بقى، خلوها كده تتحمر في قلب الزيت، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. ونصيحه مني ما تروحوش بعيد، لان في افكار بسيطه وسهله مش مكلفه ماديا، خلي بالك، ولا ماليا، مكلفه فكريا. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للطبق الثاني بتاعنا، غني شويه بالبروتين، تحس ان هو يعني ريتش بروتين، يعني في مشروم بروتين نباتي، في لحمه مفرومه، في لسان عصفور نشويات، في الفليفر والطعم بقى بتاعنا اللطيف، الخبره الطعويه. مقاديره على الشاشه، وهنعمله بطريقه جديده النهارده. عباره عن لحم مفروم، ومعانا شوفان، سوري مشروم، ومعانا كمان البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبصل وتوم، شويه كزبره، جبنه، العجينه بتاعتنا اللي هنعملها كفر للطاجن عباره عن دقيق، ومعلقه ملح، معلقه زيت صغيره، ومعلقه سكر. دي مكونات العجينه. والمقادير على الشاشه، تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا حسب الرغبه. انا دلوقتي بهزر مع الدبابيس في قلب الزيت، بجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده علشان تستوي. كل ما كان صوت الزيت عالي تعرف ان هي بتنزل السوائل بتاعتها في قلب الزيت. الصوت يهدى شويه تعرف ان الدنيا زي الفل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنبدا نشتغل في الطاجن بتاعنا ده كده على الفراخ دي ما تستوي. ناخد المشروم يا عم الشيف يتقطع كده. حلو. التقطيعة بتاعته المشروم تبقى شكلها حلو، بسم الله ما شاء الله، شايفين المشروم طازة ازاي وزي الفل. ما لقيتش المشروم ده، في مشروم علب بيتباع في أي سوبر ماركت، بس نصيحتي لحضرتك لما تشتريه لازم تشوفي تاريخ الصلاحية على العلبة. لقيتي تاريخ الصلاحية زي الفل، هتروحي البيت تفتحي العلبة. لازم تشوفي اللحام اللي جوه، لأن ممكن تاريخ الصلاحية يعني إيه يتغير أيا كان. حلو. تشوف اللحام اللي هو ماسك العلبة دي بخليها شكل دائري اسطواني، يعني بيبقى فيه لحام في النص، اللحام ده مصدي أو فيه علامات يعرف إن البتاع ده قديم، المشروم ده قديم أو العبوة دي قديمة، واللحام ده بطريقة غير صحية، غير معتمد يعني صحيا، لأن فيه، أنا طبعا دارس الموضوع كويس، يعني عملية التخزين وعملية الحفظ للعلب اللي بتبقى موجودة صاج غير العلب البلاستيكية، لازم تكون مادة اللحام دي معتمدة، ما تتفاعلش مع مادة الحفظ أو المية اللي موجود فيها المشروب، موجود فيها الفاصوليا، موجود فيها الفول، موجود فيها العدس، موجود فيها الذرة، الحاجات دي كلها نتيجة تركها سنة سنتين، خلي بالك، لأن بتجيب أمراض سرطانية ربنا والعياذ بالله يكفينا شر المرض. فاللي أنا بقوله ده علم، والعلم لما يتكلم سمع هس. اللحام ده بيتفاعل مع المية اللي موجودة جوه العلبة، فتتأكدي إن المية لونها طبيعي واللحام مش مختوش بأي حاجة، مش باين قدام عينيك. ده بس يعني برؤية العين، نصيحتي ليك. معانا مشروم، معانا الطاسة، معانا بصلة مفرومة ناعمة، معانا فص توم، ومعانا معلقتين زيت زيتون مخلوطين بمعلقة سمنة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طاسة بتسخن جامد. حلو. فيها زيت زيتون. ونمسك اللحمة مع البصلة كده نحمرها زي الفل. الله، هو ده. تومة. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتومة بتتحمر والبصل المغازة علمك ايه؟ تحط شوية بهارات. تقوم البهارات دي تعمل ايه؟ ما تخليش عيونك تدمع، ربنا يكفينا شر دموع العيون. ممكن دموع فرح انما دموع حزن ربنا يكفينا شرها. معلقة بهارات حلوة، لسان العصفور بيحب الحرمشة، حلو. الزعتر هنا هيديني ريحة حلوة. اقلب كده زي الفل. الله الله انزل باللحمة المفرومة بتاعتي الحلوة. اللحمة المفرومة بتاعتي الحلوة يا مسهل الحال يا رب. نقلب كل ده مع بعضه. اهو تقلبت اللحمة دي على نار شديدة، خليها تفك. المشروم هنا كده كده ما بياخدش سوا كتير، وانا شغال بخطوات لازم تقف على النار كده تعملي كل حاجة. نبص للفراخ بتاعتنا اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. دي جاهزة للأكل؟ لا لسه. شوف الدبابيس شايف؟ طبعا انا مش عامل التوزبيكس ده مستحيل امسكها بيدي كده. ماسك انا 20 دبوس فيه ده. اللهم صل على النبي. زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل دبس الرمان. طاسة على النار شديدة الحرارة، بنحط في الطاسة دي شوية زيت زيتون مع زبدة. حلو. وادي الزبدة بتاعتي، وانا بحط الزبدة مع زيت الزيتون، بحط شوية دقيق من اللي انا متبل بيهم الدبابيس. فاكرينهم دول اللي كانوا معايا في الكاسرولة؟ زي الفل. وقلب كده. شفت المطبخ لطيف ازاي؟ الزبدة مع الزيت مع شوية الدقيق اللي انا كنت متبل بيهم الفراخ من شوية. كان في الكاسرولة. حط شوية كمان واسيبهم يتحمروا على النار. هتقولي لي اللون احمر ليه؟ لان الدقيق ده فيه بابريكا وفيه كركم. اللي ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني. وانا شغال. ننزل بمستر دبس الرمان. الله الله، ايه الحلاوه دي. ونقلب ونقلب. هيديني قوام حلو قوي. تاكلي صوابعك ورا الصوص الحلو ده كده. خلاص عند ميه بتغلى على النار. العب. خلص الكلام. شفت القوام ده كده. تاني. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اول مره نشوف الموضوع ده. لما بقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، من سنين الخبره. كل ده مع بعض. ده دبس الرمان. دبس الرمان بيحب ايه؟ يحب البقدونس، يحب الكزبره الخضراء، سكه يعني، واخد بالك؟ سكه المطعم البيروتي، المطعم الشامي. نظبط الدنيا بشويه ملح. حلو قوي. شويه بقدونس حلوين. حلو قوي. نقلب الخليط ده يا عم الشيف. ده جاهز كده. الله، طعم هنا بيتكلم مصر. ناخد دبابيس الفراخ الحلوه دي كده زي ما هي. تغرق هنا كده. حاجه جديده ولا مش حاجه جديده؟ جيبي لي بقى ديك روم النهارده اقول لك لا. تاني. حاجه لاول مره نشوفها. طبعا اللي انت عازماهم على الغدا اذا مش متابعين من الاول خالص الحكايه دي والقصه دي هيقول لك ده ايه. خلي بالك. لازم معاكس ومعكوس كده. نسيبها على النار تتكتك شويه ونشوف اللحمه المفرومه بتاعتنا اخبارها ايه. اللحمة المفرومة نار شديدة اهو، بتعصق كويس بالشكل ده كده. طبعا عندك صورة حلوة زي ما تحب بقى. اطلع من الدبابيس على اللحمة المفرومة على المشروم بتاعنا الطازة الحلو. اللهم صل على النبي. حلو. طبق ده فيه عناصر غذائية كتيرة قوي، اذا كان مشروم او لحمة مفرومة او دقيق هنعمله عجينة دلوقتي، أو لسان عصفور بيحبوه الأطفال.
ادي لسان العصفور، دول كفايه. سؤال من على السوشيال ميديا، المانجا النية اللي لسه ما استويتش تتحط في مكان تهوية؟ حلو الكلام، في بعض الفكهانية بيحطوها في مكان حار، حلو، عشان تستوي بسرعة. تفتحها من جوه تلاقي الحاجة اللي بتستوي في غير ميعادها ونضغط عليها في التسوية، زي الموز زي المانجا، ما بتبقاش حلوة، بيبقى فيها شوية مزازة شوية حموضة، بتبقى فيها شوية مرار. خلي الحاجة تستوي على طبيعتها، مش بقول لك انت على الرز لما يستوي، طلع على المانجا لما تستوي، وهكذا. ادي لسان العصفور، الميه المغليه بتاعتنا يا ويلي، ونسيبه يتكتك على النار شويه يا عم فاروق بالشكل ده كده. بس خلص كده، انا خلصت. ايه اللي عندك يا عم الشيف؟ هنغرف دبابيس الفراخ والطاجن ده بعد ما يستوي، هنحطه في الفخاره ونغطي الفخاره دي بعجينه حلوه عاملينها هتعجبكم دلوقتي، حاجه جديده، وهو لغايه كده ممكن يتاكل كده عادي زي الفل. بس انا بحب طبعا ابدع في شغلي، ده الطبيعي. دبس الرمان ده انا نحطهم خساره، يا ويلي يا ويلي على الدبوس ده لما مستوي دلوقتي كده الواحد ياكله بقى كده. نغير، مش كل يوم ناكلها مقرمشه، ما لا خالص. حتى لو فيها زيت نتيجه التحمير نزل مع الصلصه دي، نتيجه ان احنا غليناها في النار. شايف القوام بتاع الصوص ده كده؟ والفتحات الصغيره اللي انا عاملها بالسكينه، ناخد دول نحطهم هنا كمان. في مكان لده؟ في مكان؟ الحمد لله. زي الفل. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ زي ما انتوا حابين، انا معاكم. هناخد العجينه بتاعتنا، عندي عجينه عايز افرتها، اجهز النشابه زي ما انتوا حابين. بس خلينا نتكلم عن العجينه علشان هنفرتها في الفاصل مع الساده المشاهدين، والتفاصيل عندنا. عجينه عباره عن دي مش فيهاش خميره، خلي بالك لانها تخش الفرن، وعباره عن رشه ملح صغيره ورشه سكر صغيره وميه دافيه. عجننا العجينه بتاعتنا الحلوه، بنسيبها تتخمر، حلو الكلام، علشان نعرف نفرتها. وبعد كده هنشوف مع بعض نفرتها ونحطها ازاي ونكفر ازاي. طاجن لسان العصفور باتنين بروتين، يعني اتنين في واحد، بروتين حيواني وبروتين نباتي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الاخيره، نشوف ازاي هنقدم طاجن لسان العصفور باللحمه والمشروم. لسان العصفور مستوي زي الفل، غطسان ما بين بروتين حيواني وبروتين نباتي، شكل المشروم في الطاجن لطيف وجميل، شخصيته باينه، اللحمه شخصيتها باينه، بس المشروم تحس انه قلب ابيض وبريء. ازاي؟ شايفين المشروم حتى شكله في الطاجن حلو. بص شايفين ازاي الفتحه دي؟ القطعيه دي مهمه جدا، لما اجي اقطع المشروم الكبير بالذات لازم يبقى متقطع بالشكل ده كده. حلو الكلام. معانا العجينه زي الفل، بجيب بوله صغيره كده بحط فيها بيضه، حلو، مع البيضه دي شويه حليب، شويه حبه البركه، شويه جبنه رومي حلوه مبشورين كده على وش الطاجن، انا بحبها. يا ويلي يا ويلي على الجبنه الرومي كده لما تختلط مع فطيره جلاش. ناخد العجينه الحلوه دي كده زي ما هي، زي ما هي على فين هنا يا حلو. ناخد السكينه الصغيره بتاعتنا، انا عايزك مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري نجيب الدبابيس وهي بتتخانق مع دبس الرمان، بتقول ايه اللي جابني هنا؟ والعجينه دي تتجاب كده، تتاثر بالشكل ده كده. العجينه دي ما تترميش. اقول لك على حاجه حلوه دلوقتي بالمناسبه، انا دايما معاكي في التوفير، العجينه دي ما تترميش خالص، انا ضد التبذير. بتلمها كده، عندك وقت هتفرديها بالنشابه وتقطعيها اشكال هندسيه، تجيب ابنك اللي في المدرسه وبنوتك الحلوه يقطعها اشكال هندسيه وتقلها في الزيت تبقى بوغاشه،
تشربها عسل، تشربها سكر، تشربها شربات حسب الرغبة، ما تترميش خلي بالك. حلو؟ ادي الطاجن بتاعنا، بنقفله كده من تحت بالشكل ده كده. يتقفل ازاي يا شيف؟ بشكل حلزوني كده، ضفيرة اهي. بنجيب العجينة على العجينة. تاني التفاصيل دي اساتذتي الحبايبي المصورين يديك في الشكل في الاخر شكل دائري مغلق تماما ومحكم تماما تمام يا عم الشيف زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180. حلو الكلام. ناخد البيض مخلوط بالحليب مع شوية فلفل شوية ملح صغيرين ده الطبيعي، وناخد الأطراف كده. حاجة جديدة الدبابيس بتناديك مقولكش كنت تتخيل ان انت شايفها قبل ما نطلع الهوا تيجي بالشكل ده بالله عليك. اللفة دي حلوة عشان تديني شكل برونز لطيف حلو. معانا حبة البركة، ربنا يجعل البركة في بيوتنا جميعا. يا ويلي درجة حرارة الفرن عندي 180. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ظبط الفرن بتاعنا بالشكل ده كده وندخلها الفرن يا عم الشيف عشان نشوف اللي بعده. اللهم صل على النبي. بصيلي عليها نظرة الوداع، نظرة الإعجاب، نظرة الإبهار. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ طاجن لسان العصفور بالمشروم واللحمة. تعالوا مع بعض نشوف إزاي هنغرف دبابيس الدجاج بدبس الرمان اللي الشيف صدع راسنا فيها من الصبح. حلو الكلام، بس على حق ولا مش على حق؟ عايز أسمع الكلام ده بقى. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هنجيب طبق تقديم. تسلم ايدك. طبق التقديم جابوا لي طبق السلطه الحلو ده كده بالجرجير. دي الحاجه اللي تفتح النفس. شفتوا ده كده؟ طبق السلطه كل يوم معانا بشكل مختلف وبطعم تاني. خلي بالك. تعالوا نغرف دبابيس الدجاج في طبق حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. لا اتسبكت واتدمست وحلاوه حلاوه حلاوه. ما تيجي نبص على الحلاوة. مستوية راهي. وحقوق الطبع والإبداع والرؤية والفن لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. لا الدبوس عايز يطير من التوزبيكس والعضماية دي شايفها فتحت ازاي؟ بص جيب لي التفاصيل دي كده الله يبارك لكم. تفاصيل اللحمة عايز القرقوشة عايزة تطلع من اللحم. ناخد الصوص ده كده. اللهم صل على النبي. اعمليها النهارده وجربيها وقولي رأيك فيها. احنا هنروح من بعض فين؟ في سوشيال ميديا بنكتب اللي احنا عايزينه، في حرية رأي، في اتصال من خلال شاشة القناة الأولى. ايه الحلاوة دي يا عم؟ خلاها كده ولا كده؟ حابب ايه؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. زي الفل. ناخد شوية صوص من دول حلوين كده. معايا عصير سموزي جرين، تفاح أخضر حطي، كيوي حطي، كرفس افرنجي حطي، تفاح اخضر حطي، نعناع اخضر حطي. بس خلاص مقاديره على الشاشه. تعالى عسل ومعانا عصره ليمون حلوه عينيه اهو. انا بروع الطبق بس انا عارف انك بتحب الحاجات الحلوه دي كده. زي الفل. ودبس الرمان انا مكتره طبعا عشان اللي عايز يغمس
عاملين رز ابيض ناخد منه ونحط على الرز. عدل الاكله دي للامانه بالامانه يعني ما قلتليش لحد، شويه رز ابيض توابلهم قليله، ما تكتريش توابل فيهم يعني رز ابيض كده بزيت بس كده وخلاص. الشكل ده مع حضراتكم نعمل العصير مع بعض. طبعا عندنا الفرن فيه الطاجن الحلو، فيه كل العناصر الغذائيه، فيه هرم غذائي من مكونات العجينه او المشروم او اللحمه المفرومه او لسان العصفور. تعمل ايه يا شيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اخبارك؟ حلو قوي. تمام. مقادير العصير على الشاشه شفناها مع بعض. ده انا هعمل مفاجاه دلوقتي لطيفه وجميله على فكره، هتعجبكم قوي. معانا الكرفس، معانا العسل النحل، ومعانا يا نعم ومعانا تلج. للي عامل دايت يشرب العصير ده، عصير فيه كل الكيوي طبعا فيتامين سي احنا كلنا عارفين، وعندنا كمان التفاح للقلب مفيد جدا واليافه مفيده جدا لمشاكل الامساك او مشاكل الاسهال، بينظف القولون. طبعا احنا عشان نقعد ناكل تفاحيه خضراء مجهود، اذا كان من مزازه او حموضه او وقت، انما لما نشربه عصير مخلوط بعسل نحل وكيوي وقليل من الكرفس وقليل من النعناع، بالتاكيد طبعا هيكون طعمه مختلف. هو العسل هيغير كل حاجه عموما يعني. حلو. اول حاجه بحطها طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الكيوي مع النعناع الاخضر. هو يعني مكوناته ليه سموه جرين سموزي؟ عشان كل مكوناته لونها اخضر. طب يعني انا بحب المانجا، لو حطيت فص مانجا هيزعل؟ ابدا، هيبقى طعمه زي الفل. بحب الليمون، حطيت قشره ليمونه خضراء هيزعل؟ ابدا. هو ده المطبخ، له قاعده وله دستور وله قصه خالص. حبك للمطبخ بيبان في الطبق بالقشره، ما تقشرهاش، انا عايز الالياف بتاعه القشره. تفاحه واحده كفايه. كرفس، عروق الكرفس مش ورق الكرفس. حلو. عندك ممكن تحط خيار على فكره، والله لا احط خيار. معايا الخيار. بس يتشرب عصير الخيار ده لطيف جدا، خلي بالك. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض يا عم الشيف. حلو قوي. عسل، حط التلج الاول. تلج، عايزك تعمل العصير ده لاولادك النهارده، ونحط العسل النحل. يا ويلي. ماء مثلج وفي قلب الخلاط، وفي قلب الخلاط يا عم الشيف. لا مش هنحط حليب. يا صوت الميه. بس خلاص في قلب الخلاط. اسف للازعاج. شيل كده زي الفل. جرب العصير ده الامانه يعني. يا صبابين العصير زيدوا حالاته. تعالي بقى تقعدي كل حبيتين كيوي مع حبايه تفاح مجهود بجد. ما عندناش وقت. كوبايه عصير بتغنيك عن المجهود. والطعم طبعا هنا مختلف، خلي بالك. انسجام ما بين اربع انواع من الخضار: كرفس، نعناع، تفاح، كيوي.
حلوة. نشوف بقية شغلنا وختامها مسك نطلع اللي في الفرن. أنا عايزك تعيش اللحظة دي معايا يا فاروق. إحنا وفرسان التلفزيون المصري. اللحظة الحلوة، لحظة الإبداع. إيه رأيك؟ تعيشها معايا؟ يلا بينا. اللهم صل على النبي. صلي على الحبيب. قلبك يطيب. والله بص، هي حاجة بتمشي كده بالايه؟ بالنية الطيبة. مش بتسمي بسم الله وانت داخل المطبخ؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اه. مكانها هنا، مكانها بينا. مكانها في وسط القعدة. على الطبلية. ألف أنا وشفا للي ياكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك إيه؟ افتح يا سمسم. نفتح؟ جاهز ان احنا نفتح؟ حاضر. لا الصوت عجبني، انا عايز الموضوع يطول معايا. مش جو ده؟ ايه الحلاوه دي يا عمش؟ ايه الجمال ده يا عمش؟ هو ده عايزها كده. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. الجبنه مع المشروم مع اللحمة. لا والجبنة الرومي بتاعتنا المعتقة عاملة شغل جامد أوي، بتتخانق مع المشروم، بتتخانق مع اللحمة المفرومة. رؤية، فن، إبداع، حب لمطبخك، تطلع كل حاجة حلوة. إذا كان العصير اللي إحنا عملناه عصير الرشاقة والأناقة، معانا دبابيس فراخ غرقانة في دبس الرمان والحب بتاع الدبس الرمان، طبق سلطة الجرجير مع الطماطم والبصل، الطاجن الجميل الحلو اللي بيتكلم مصري ده بأفكار طهوية بسيطة وسهلة وغير مكلفة زي ما قلت لحضراتكم، ولكن التكلفة هنا تكلفة فكرية مهنية طهوية. رؤية، فن، إبداع، من مزبيرو. We'll be right back.